مرحبا حبايب بنت الله سارة، كيفكم؟ اشتقت لكم كثير. وفيديو اليوم انواع البنات فصل الشتاء. مثل ما عملت انواع البنات فصل الصيف، قلت اعمل انواع البنات فصل الشتاء، هيك بنكون متعادلين. فاكتبت لكم كمان سؤال، سارة اي نوع من انواع البنات فصل الشتاء؟ اكتبوا تحت بالتعليقات، وانتم كمان اي نوع من انواع رح تشوفوها بالفيديو اكتبوا تحت بالتعليقات، خلينا نضحك مع بعض. وضيفوني على حساباتي انستغرام، فيسبوك، سناب شات، يونا ولوبس، تحت كل شيء موجود صندوق الوصف، شوفوهم وضيفوني لندردش مع بعض كل يوم. طبعا انا هلا لابسه فرو وعايشه الدور شتوي وهيك حتى نفوت بالفيديو، وهلا خلينا نشوف الفيديو مع بعض. يا ربي برد يا ربي، شو البرد هذا؟ لازم ادفي رجلي. جامعة. انتي هلا هتطلعي زي هيك؟ ايه مامي هطلع هيك، حبيتي الستايل؟ هتتجمدي، ليش تحرر ثلج برا؟ عندك جاكيتات اشكال والوان ضخمة تدفيكي، بدل تلبسي هذا القصير؟ ماما ما فيني البس جاكيت من تبعون الضخمين هدول، مش ستايل. شو يقولوا علي العالم؟ ما بعرف البس بالشتا كمان؟ ستايل؟ طيب يا حبيبتي خلي الستايل ينفعك، المهم اكون ستايلش. ايش دي؟ شكلي معي حرارة وزوري بوجهاني. ما بحب فصل الشتاء انا، ما بحب فصل الشتاء، ضلي بس بالبيت مريضة. دفوا المكيف، حطوا على السخن. ماشي maydanoz kız arkadaşım var, ufak dur bıçaklarını kırarım. Ulan seni şu toprak taşıyının üstüne maydanoz ekerim ben. Bak. Beni اتصل الحين بهذا المشهد. يا ربي هلا وقتك. الو هلا حبيبتي، تطلعي تتعشي معنا انا والبنات؟ تعشوا مع البنات؟ يا ريتني اكون معاكم، عندي مذاكره كثير ولازم اخلص، بتعرفي الامتحانات كمان يومين وما درست شيء. بصوا انتم المره الجايه بكون معاكم ان شاء الله. يلا باي باي. اي هذا وقتك تطلع والدنيا برد والجو بارد كثير واحلى مثل قدامي؟ مع نفسكم. ماما؟ نعم. متى هنتغدى يا ماما؟ انا جعانة. كمان نص ساعة. يوه كمان نص ساعة. طيب قلبي قولوا برد برد، ايش البرد هذا؟ حر، صدقين حالكم عنكم شتا. لو سمحتي ممكن تعلموا كيف شوي تحطيه على بارد دخيل؟ الله مش قادر اقعد بالمحاضره. انت من عالك بدك اياني نعلم مكيف؟ انتم اوفرين، كثير حر بالكلاس، مش الدرجه هذه، عدين حالنا في القطب الشمالي.
برد صح؟ هيك حبايبي مثل لا تسرى جينا على نهاية الفيديو، شاء تكونوا حبيت الفيديو، إذا حبيت الفيديو أعطوني أقوى لايكات حتى أتحمس أعمل فيديوهات تمثيل أكثر، إذا أنتوا جداد أول مرة تشوفوني يا ميت أهلا وسهلا فيكم، زر أحمر هون سبسكرايب اضغطوا عليه، وفعلوا جرس التنبيهات هون كمان توصل فيديوهاتي إلكم أول بأول، وتنضموا لحبايبي مثل لا تسرى، وتضيفوني على حساباتي انستغرام فيسبوك سناب شات يونا ولوبس، كل شيء موجود صندوق الوصف لنتقرب من بعض أكثر وندردش مع بعض، أنا بحبكم كتير. شوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي مع فيديو جديد. باي.